فاروق في البدايه دائما وابدا نادي الزمالك مع كارتيرون في المباريات الكبرى بيدخل المباريات متاخرا، تكرر مع الاهلي ثم تكرر مع بيراميدز تحديدا في بدايه الشوط الثاني. يعني انا شايف ان هو المدرب لغايه دلوقتي يعني حتى لو استقر على الفرقه لكن عنده بيبقى مشاكل في التغييرات دي، بتحصل مشكله، ودايما لما بيخش المباراه من بدري هو متقدم وبيأدي بشكل كويس وبيجيبوا اهداف، الزمالك بيقدر يكمل المباراه بشكل كويس جدا وراقي ويخلص المباراه وهو كسبان. مشكله نادي الزمالك ما بيجي فيه هدف او يتاخر في التهديف بتبقى عنده مشكله، وهي التوتر وعدم الثبات الانفعالي، والشخصيه بتاعت اللعيبه بتبتدي تبقى فيها توتر وفيها عدم استقرار ذهني وفني، ودي بتبقى مشكله للاعيبه نادي الزمالك. انا شايف نادي الزمالك في الماتشين اللي فاتوا متهيألي انا في اعتقادي ان هو خد درس، ان هو لازم بيجيب هدف لازم يحافظ على الهدف ويعزز الهدف. صحيح. لكن طول ما الزمالك بيجيب هدف وبيهاجم وما بيهتمش بالناحيه الدفاعيه بتبقى مشكله، ممكن يجيب في اي وقت، وده اللي حصل في المباريات اللي فاتت ان هو بيخرج متعادل. انا شايف الزمالك الظروف دلوقتي بتساعده ان هو يرجع للدوري بشكل كويس، يرجع للجدول بشكل كويس، يفضل يستقر على راس الجدول بشكل كويس، ان كل النتائج الاسبوع اللي فات كان في صالح نادي الزمالك، لازم يستغل ده، والبطل دايما بيستغل اخطاء المنافس. قبل ما نروح لفصل الاجهاد او كعدد المباريات، اثر بالاجهاد على الاهلي والزمالك؟ طبعا اثر بشكل كبير جدا على اللعيبه. نعم. مشاهدينا الكرام نواصل بعد الفاصل، تكرموا بالبقاء معنا.